يقول السائل: ما نوع هذا الاستثناء في قوله تعالى: خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ هذا أجاب عنه أهل العلم: إلا ما شاء ربك، لأن أهل الجنة قد يكون منهم أصحاب كبائر، أصحاب ذنوب كبائر دون الشرك، وأنهم يعذبون بها في النار قبل دخول الجنة، فهذا ينقص من دخولهم الجنة، ولذلك استثناه الله. إذا دخلوا النار وبقوا فيها مدة، أي إن هذا مستثنى من الخلود في الجنة، نسأل الله العافية. نعم.